هل دعاء الاستفتاح يقال في كل صلاة وفي النوافل؟ يعني إن شئت. أما النوافل للرواتب فالتي فيها النزاع بعض الشيء، خاصة سنة الفجر، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تصف سنة الفجر، صلاة النبي لسنة الفجر، كان يتجاوز فيها حتى لا ندري أقرأ بفاتحة الكتاب أم لا، تعني من شدة سرعته.